مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. قصه النهارده زي القصص الخياليه والافلام اللي بيبدع فيها المؤلف، والقصه دي من كتر ما هي خياليه تم انتاج 3 افلام عنها. تعالوا نتعرف على قصه دولي. بطلة قصتنا أصلاً اسمها ويلبرغا أوستريتش، الاسم صعب جداً ومعقد جداً، ولكن هي معروفة باسم دولي. دولي كان عندها 14 سنة وشغالة في مصنع في لوس أنجلوس، وهي من مواليد 1880. فتاة جميلة تخطف الأنظار والأبصار، وحد كده جميل في نفسه. صاحب المصنع رجل ثري واسمه فريد ويليام أوستريتش، حبها وقرر ان هو يتجوزها لما بقى عندها 17 سنة. وبكده تكون دولي اتحولت من بنت غلبانة فقيرة شغالة في مصنع لواحدة من أهم سيدات المجتمع في المدينة اللي هي عايشة فيها. ما كانش الثراء مخلي دولي سعيدة، لأنها ما كانتش راضية أساساً بالعلاقة ما بينها وما بين جوزها. جوزها كان بيشرب كتير وكان بيدخن كتير وما كانش بيهتم بيها، والحقيقة أن الحياة دي ما كانتش هي حباها. سنة 1913 كانت شغالة على مكنة خياطة في البيت، المكنة باظت، اتصلت بجوزها، وجوزها طبعاً عنده مصنع ليه علاقة بالمكن والكلام ده، فبعت لها حد علشان يصلح لها المكنة. الحد ده كان اسمه أوتو سان هوفن، كان عنده وقتها 17 سنة، وبطريقة أو بأخرى أعجبوا ببعض وبقوا يلتقوا في فنادق فخمة جداً بعد ما وقعوا في الحب مع بعض. لكن دولي كان دايما عندها احساس بالقلق، لانها بتصرف فلوس كتير علشان تأجر الاوض في الفنادق الفخمة دي، وده كان ممكن يثير شك جوزها. فبقوا يلتقوا في البيت لما جوزها يكون مش موجود، ولما لاحظ الجيران دخول الرجل الغريب ده للبيت بشكل مستمر بدأوا يتكلموا، وهي قالت لهم ان ده اخوها الغير شقيق وما عندوش حد غيرها وبيجي يزورها كتير. هنا حست بالخوف ان ممكن حد يقول لجوزها يحصل مشاكل، ففكرت في فكرة شيطانية ما خطرتش على بال الشيطان نفسه. الفكرة ان هي تخلي العشيق عايش معاها في البيت وتحطه في العلية في مكان كده للتخزين يعني، وتسيبه بقى عايش معاها. كل ما جوزها يروح الشغل تقدر ان هي وهو يتقابلوا في البيت عادي. والحقيقة ان هو العشيق ده وافق فورا، لانه ملوش صحاب ولا قرايب ولا حد هيسأل عليه ولا عنده مكان يروحه اصلا. فبالنسبة له لما يقعد مع حبيبته يأكل ويشرب على حساب جوزها، دي حاجة بالنسبة له هتكون كويسة. سنة 1917 الزوج قرر ان هو ينتقل لمكان تاني، لانه حس ان بيته حاجة غريبة. كان حاسس ان هو مسكون بالعفاريت، لان في اصوات بيسمعها بالليل، سجايره بتختفي، لبسه بيختفي، وبيسمع صوت، ويعني العيشة مش مستقرة في البيت ده. لما عرض الامر على زوجته، الزوجة رفضت تماما وقالت له لا، انت اعصابك تعبانة ومحتاج ان انت تروح لدكتور علشان اعصابك تهدى شوية. وفعلا اخد بنصحتها وراح لدكتور. ولكن بعد سنة 1918 ما قدرش ان هو يستحمل في البيت اكتر، فقرر ان هو لازم يسيب البيت ده وينقل لبيت جديد. وافقت الزوجة، ولكن بشرط ان يكون في مكان للخزين. الراجل افتكر ان السيدة بتخزن شوية حاجات محتاجاها بتاع شغلها مكان الخياطة، ولكن هي كانت بتعمل كده علشان تاخد عشائها معاها. مرت شهور والزوج بدأ يحس برضو بنفس الحاجات اللي كان بيحس بيها في البيت القديم، والحقيقة ان هو بقى انسان عصبي وكان بيتخانق مع زوجته كتير. في 2 أغسطس سنة 1922 حصل شجار كبير ما بينه وما بين زوجته. وقتها العشيق ما قدرش يستحمل ازاي الزوج بيزعق لزوجته وبيتخانق معاها، فقرر ان هو ينزل ويلقنه درس، ودخل غرفة النوم ومعاه مسدسين. هنا بس عرف الزوج الأصوات دي جاية منين، ولكن دي كانت آخر لحظة في حياته، لأن اتضرب بالنار، اتضرب 3 طلقات. طيب يعملوا ايه دلوقتي في جريمة قتل في البيت ده ومش عارفين يعملوا ايه؟ فقرروا ان هم يسيبوا الزوج سايح في دمه وفي اوضه النوم،
ويقفل العشيء باب الدولاب على عشيقته ويهرب. طبعا الجيران لما سمعوا صوت ضربات النار وصراخ الزوجة قرروا ان هما يتصلوا بالشرطة. الشرطة جت وفتحت الدولاب على الزوجة وبدأوا يستجوبوا الزوجة، والزوجة قالت لهم ان انا كنت في رحلة صيد انا وجوزي، ورجعنا البيت لقينا حرامي، الحرامي قتل جوزي وقفل عليا الدولاب. الشرطة الحقيقة ما اقتنعتش بالكلام ده، لكن استحالة تكون الزوجة قتلت زوجها ودخلت الدولاب وقفلت على نفسها من بره، كده لازم يكون في طرف ثالث في القضية، ولكن الشرطة وقتها ما قدرتش ان هي تثبت اي حاجة. دولي ورثت طبعا فلوس كتير جدا واشترت بيت جديد، والبيت ده كمان لما جت تشتريه كانت مشترطة ان هو يكون فيه علية، ولكن الامر غريب، ازاي عايزة علية وهي خلاص تقدر تعيش مع عشيقها بشكل عالي؟ لكن الحقيقة ان الزوجة دي دولي اعجبت بالمحامي بتاعها اللي هو ظهر لما القضية حصلت بتاعت جوزها، اعجبت بيه وكان اسمه هيرمان شيبرو، ارتبطت بيه واهدته ساعة ماسية كانت بتاعت جوزها الراحل، والساعة دي كانت والشرطة بتحقق قالت لهم ان هي اتسرقت وما كانتش اتسرقت ولا حاجة، هي كانت واخداها يعني. ولكن المحامي سألها انتي لقيتي الساعة دي فين؟ انتي قلت للشرطة ان هي مسروقة، قالت له انا لقيتها وانا بنظف البيت بعد ما التحقيقات خلصت، ولكن ما كنتش عايز اقول للشرطة ان انا لقيتها يعني علشان ما اخشش في مشاكل جديدة. كمان ما اكتفتش بالعشيق المحامي ده، ولكن اتعرفت على شخص تاني شغال ممثل كان اسمه روي كلان، طلبت منه ان هو يخفي احد المسدسات اللي استعملها العشيق في قتل الزوج، وقالت له من فضلك خبيها عندك انا ماليش دخل بالموضوع، والمسدسات دي او المسدس ده هيعمل لي مشكله. وراحت لجار ديها وطلبت منه ان هو يخبي المسدس الثاني في الحديقه الخلفيه، والحقيقه ان الاثنين خبوا المسدسات عادي، بس هي كده ما عرفتش ان هي وقعت في غلط كبير، ان بقى في شاهدين على الجريمه بتاعتها، المسدسات المستخدمه في الجرائم. بعد سنه قالت دولي لروي عشيقها، واحد من عشاقها الثلاثه، قالت له انا عايزه انفصل عنك. الحقيقه ان هو اتضايق جدا وراح للشرطه وبلغهم بقصه المسدس اللي طلبت دولي ان هو يخبيه معاه. لما عرف جارها بالموضوع وان الشرطه بدات تحقق، اتصل بالشرطه وقال لهم على موضوع المسدس الثاني اللي كان مخبيه في الجنينه بتاعه البيت بتاعه. تم اعتقال دولي وحبسها فترة في السجن، ولما المحامي راح علشان يزور دولي طلبت منه طلب غريب، قالت له ان هو يحط الاكل قدام باب الدولاب في البيت بتاعها ويمشي بعد ما يخبط على الدولاب من بره. الراجل حس ان هي مجنونة فقالت له لا ده انا عندي اخ غير شقيق وهو قاعد لوحده وعنده مشكلة نفسية، فمن فضلك اعمل كده. وبالفعل بدأ ينفذ طلبها، بس في مرة من المرات وهو بيحط الأكل خبط على الدولاب وممشيش، قابل أوتو العشيق الأولاني وبدأوا يتكلموا واعترف له بكل حاجة وإيه اللي حصل بالظبط وهو مين. خرجت دولي من السجن بكفالة لأن المسدسين ما كانوش دليل كافي على اعتقالها، وعاشت مع المحامي 7 سنين. سنة 1930 اكتشف هيرمان المحامي إنها بتخونه مع شخص آخر، طبعا لا هو اللي بتخونه ده معاه، لا هو أوتو العشيق الأولاني ولا روي اللي هو الممثل اللي أنا قلتلكوا عليه إن هو كان عاشقها، شخص جديد خالص. راح للشرطة وكان متغاظ منها واعترف لهم بكل حاجة وقال لهم إن دولي ليها عشيق اسمه أوتو وعملوا 1 2 3 والزوج مات بالطريقة دي. المهم مسكوا العشيق الأولاني اللي هو أوتو وقال إن دولي استعبدته وحبسته في العلية 10 سنين، وإن الحب عماه وإن تفكيره بيوازي تفكير طفل عمره 8 سنين. اتحكم على أوتو بالقتل غير العمد لأنه مر وقت طويل على القضية. بالنسبة لدولي الغريبة إن هي ما اتحبستش ولا حصل لها أي حاجة، واتجوزت وعاشت حياتها وانتهت مسيرتها سنة 1961 بوفاتها، اتوفت وهي عندها 80 سنة. القصة كده انتهت، قصة غريبة وملخبطة، أتمنى أن أنتم تكونوا كنتم مركزين وأنا بحكي القصة. شكرا لكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.